مجلس النواب القادم. رئيس مجلس النواب القادم اللي اختاره مجلس النواب. لا ما ده ده التقليدي بس المفروض. في تربيطات وفي اسماء بتطرح. بس انت اقول لك حاجه. وفي اسماء ربما تاتي من المعينين. اولا رئيس مجلس النواب انت عارف انه ليه يسموه ايه؟ فصلين تشريعين. فقط. يعني مش هقعد 5 سنين. انت عارف الموضوع ده؟ رئيس مجلس النواب هيقعد فصلين تشريعين هو الوكيل بتاعه. مش هقعد 5 سنين. فصلين تشريعين دول قد ايه؟ سنتين. سنتين. اهو. وبعد كده يتم اختيار رئيس جديد. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب وليه الدستور عمل؟ ينتخب مادة 117، ايه كلام واحد؟ الدستور واحد كان بيهرج بيهزر. كل واحد كان عايز حته بترطايه. مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية، لغاية دلوقتي مش فاهم يعني إيه. مصر مهد الدين وراية مجد الأديان، يعني فاهم يعني إيه مهد والراية؟ برضه مش فاهمها. مصر علمها بلغة الإنسانية رشدها أن يكون الوطن محل للسعادة. ثورة 25 يناير شرطة 30 يونيو، أول مرة أعرف يعني حضرتك 25 يناير ولا 30 يونيو؟ ثورة واحدة. خلاص؟ لا ما عنديش حاجة اسمها 25 اسمها 30 يونيو. 30 يونيو شايف الصياغة يعني في ثورة 19 التي أزاحت الحماية البريطانية. يا فندم الحماية البريطانية من 1882 هو مش واخد باله إلى أن جاء عبد الناصر سنة 18 يونيو سنة 54 آخر جندي إنجليزي مشي. أنتوا مش عارفين التاريخ إزاي ثورة 19 زي كان إحنا قعدنا محتلين لغاية 18 يونيو سنة 1954. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ وبعدين خد عندك بقى. ماشي. إشارة إلى ماضي ما زال حاضر، مش فاهم يعني إيه ماضي ما زال حاضر، يعني يا عم ماضي ماضي والحاضر حاضر والمضارع مضارع. خد اللي بعديها. لقد هزمنا الهزيمة. هزمنا يعني إيه هزمنا الهزيمة دي؟ مش فاهم، فاهم يعني إيه هزمنا الهزيمة؟ هزمنا إسرائيل. في 73 ما هزمناش هزيمة، هزمنا إسرائيل. طيب. التعددية الحزبية نعرفها، يعني ايه التعددية السياسية؟ تعرفها سؤال؟ التعددية السياسية؟ ليه ايه؟ حزبية انا عارف، ان مجموعة احزاب سياسية يعني ايه؟ وان التعددية الحزبية، طيب. نكد سوري يجسم حلم الجيل اجيال مجتمع مزدهر متلاحم. نرفع الظلم عن شعبنا العني طويلا. هذا دستور بس يا فندم. نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد. هو الوطن ده ابو السيد. والسيد ده جد السيد فهم سموه الولد زي اسم جده ايه السيد في الوطن السيد هذا دستور ثورتنا هذا دستورنا هذا دستور السيد تمام نرجع بقى لرئيس مجلس النواب 117 منتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين من اعضاء في اول اجتماع لدور انعقاد السنوي العادي لمده فصل تشريعي فاذا خلى مكان احدهم ينتخب مجلس من يحل محله وتحدد اللائحه الداخليه للمجلس قواعد ولايه الانتخاب حاله اخلال احدهم بالتزامات منصبه يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفائه منه ويصدر القرار باغلبيه الثلثين زي ما قلت لك عشان كده عايزين ثلثين. جميع الاحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او اي موكلين اكتر من فصلين تشريعين. متتاليين. هو هيلحق ده على ما يعمل كده يكون مشي. غلط اللي عاملين الدستور ده غلط. يعني سنتين. ويتكل على الله. طيب كل الضجه دي طب يعني